عايزة. أنا بلشت جزء بقناتي هو سلاسل، سلاسل بتكون عن مواضيع مختلفة وجديدة والتخطيط إلى مختلف. الشهرين الماضيين كل الإعلانات اللي عملتها أخذت فلوسها واستثمرتها بهالسلسلة اللي عم بتشوفوها، كل شيء من أي تو زد أنا دفعت له، ما في عندي إعلان بهالسلسلة. وطبعا الإعلان والسبونسر بيساعدوا لأنه بيشيلوا عنكم شوي، بس هاي السلسلة كلها أنا اشتغلت عليها. بس بدي إياكم تحطوا بعقلكم إنه هاي أول سلسلة إلي، فأكيد في كتير شغلات مش مثالية وأكيد تعلمت كتير من هالسلسلة، بس بتمنى عن جد تعجبكم. سو لا تنسوا تحطوا لها لايك مشان تحمسوني أعمل سلاسل تانية، وكمان اشتركوا بالقناة إذا أنتوا جداد. بتمنى من قلبي تستمتعوا بسلسلة اليوم اللي هي سلسلة الزواج. صباح الخير، كتير متأخرين، أنا ناطرة سلمان هلأ قدام الأسانسير، الأخ متأخر. أوكي، فأنا حتى ما حطيت مكياج، لاحظوا حطيت بس شو اسمه فونديشن، بعدين طلعت بسرعة. المفروض موعد الفستان الساعة 11، بس هن فجأة مغيرينه للساعة 10:30، والسيارة جاية الساعة 10، ونحن هلا الساعة 11 بعدنا هون، فلازم ننزل هلا. حتى قهوة ما شاء الله. أنا فقت كتير بكير وضليت أدق لسلمان، بس سلمان كان فاقد الوعي ولا عم بيرد على تليفونه. وصلنا 5 الفجر يعني. تأخرنا. سلمان عم بيركض للسيارة حتى يلحقها، لانه نحن كثير متاخرين. على فكره انا اجرت سياره ليموزين، المفروض ليموزين. هاي يس، هذا الشوفير. اوه لقيناها. هاي نور، شنو هذا؟ فيغاس. هلا رايحين نختار فستان العرس، انت متخيل؟ نحن هلا بالطريق لفستان العرس. اليوم فقت انا كثير بكير، حطيت ماسكات لبشرتي، حطيت يعني ثلج هيك يعني، استرخيت، فكرت راسي انفجر من التفكير قد ايه الزواج شغله ومسؤوليه كبيره. بس بنفس الوقت انا اليوم راح اتزوج، حتى لو زواج يعني تمثيلي او هو مش تمثيلي مسلسلي، هذا الزواج انا خططت له كله، فهيك مثل صاعقه ضربتني انه واو الزواج الصجي راح يكون اكثر من كذي. وبعدين فكرت او ماي جاد قد ايه في شغلات وتفاصيل صغيره وقصص ممكن تنساها وقصص ممكن تتعب عليها وتجهيزات ومسؤوليه. وبعدين فكرت بزواجي الحقيقي، انه انا لما اتزوج عن جد هل كيف حيكون؟ هل راح يكون نفس هذا الاحساس ولا حيكون احساس اغرب؟ وصلنا على المكان، خلينا ناخذ اغراضنا. الناس معاهم خواتمهم، احنا معنا كاميرات. كاميراتنا. رايحين هلا، الحمد لله لقينا محل او فساتين اعراس ثاني. اوه نايس. هي انجد. واخيرا انا كثير مبسوطه لانه هلا صرنا بمحل فساتين الاعراس ولقينا فساتين في هون كثير. فساتين وكثير خيارات. هيك هي اللي بحطوها هيك للعروس. اوه شكلي طالع فيه؟ ايه غريب يعني. الله يستر. اوه ردتنا. اوه انا هنالتي وذ ذيس ليف اند يو كان ايفن فروم هير. وي ونت سمثينج ذاتس لايك كوفرد يور ارم وذ ا بلو. اوه اوكي. اي يو كان بيك فروم هير تو اراوند اني. ماي سايز از 8. اها. شريت بهذا. لا وين لا. شكله من اللي تربحينه بماكدونالدز، عرفت تشترين هابي ميل يعطونك اياه. اقول لك ترى بعد 4 ساعات حفله العرس، يعني الزين اصلا اللي كان مكاني بيعنا فساتين اعرف. سو نختار ونسكت. اي والله طالعين نتشرط. قلت له هذا حلو حلو هيك، ما نطقها للكلمه. كنا مناديل حمام كذي اللي عرفتيها متلففه وطايحه على الارض، هذا شيء مسوينها من هالشيء. هذا فستان معقول يعني. ايه زين، هذا زين زين صح، بس كبير 12. نور والله قنوعة يعني، قاعد تعجبك ابسط الاشياء. انا ماني مستوعب قصة انه انا قنوعة، الفكرة انه انا عم بمشي مع الموجود، هذا الموجود خلص. انا عجزت اختار فستان بنفسي، فطلبت مساعدتها، قلت لها اختاري معي فستان انه حتى لو ادفع زيادة فلوس. فقالت لي هاد، يعني هاد حيكون اغلى بكثير من سعر الفستان العادي، بس انه حلو شوي. اوكي
الشتا بيطلع برا. اوكي خلاص يلا 1 2 3 كم تعمل هون؟ في واحد بده يشوف فستان بيوقف هون. انت زاهبه الحين؟ هذا فستانك ولا غطى الباب؟ لا لا وقف هون. يلا شيل يا شوف اطلع بوك يا ابو زواج. يلا اطلع. اوه والله حلو ترى. حيل حلو. اوه ماي جاد. شنو شعرك؟ والله العظيم عم برجف. انا كيوتيوبر بعمل كثير افكار مجنونه لفيديوهات، واحيانا ما بحس شو الجنون اللي عم صوره، ولكن هالسلسله هي اجن شيء عم صوره بقناتي. فهلا عن جد عم بحس انه واو نور. عم تلبسي فستان عرس لأول مرة، بعد كم ساعة زواج رح تتزوجي، حتى لو كان يعني كسلسلة، بس هي فعلا انت حجزتي كل شيء كأنك عم بتخططي لعرسك. عرسك صراحة هاد هو رابع فستان بجربه، فهاد تقريبا أحلى ستايل وأشيك هيك وأنعم ستايل موجود بالستور أو بالمحل هاد من كل الفساتين الثانية. ذوقها زفت زفت زفت. بسم الله الرحمن الرحيم. لأن صدق ترى راح زواجك بيكون نفس الشيء، يعني هذا الشيء الوحيد اللي ما تقدرين تغيرينه. إيه. I like this. I'll take this. كلنا نانا 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 نليش. عم تأخذ قياساته لحتى تعمل له البدلة أو تزبط له البدلة. سلمان. قلت لها بما أني أنا أتمرن أي بدلة يعني تبين العضلات شوي. أوه. Shoes is 45. جنناها للمرة عن جد. هلا رح يجرب التياب. كم واحدة رح تجرب؟ ليك عطتك واحدة، أنا جربت أربع فساتين. أطلع. يلا واحد اثنين نور. نو نو هون. شوي قاعد تسلخنا الشمس. حر مو طبيعي فيغاس، يعني بحياتي ما شفت هيك حر. قاعد ننطبخ. قاعد ننطبخ مو ننطبخ، اذوب 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 اذوب. حتى مخك شو اسمه راح. رجعت للغرفه، جهزت الحذاء، الشغله اللي اشتريتها امبارح من تيفاني، هذا الخاتم، وعلى فكره خاتم حقيقي عن جد، يعني اشتريته وخططت له، وهون الفستان مع الطرحة. رح اكل بسرعة لانه ميتة جوع، وبعدها رح روح على الميك اب والشعر. عملت شعري وهلا انا حاعمل مكياجي وهي حتعمل لي شعري، سو انا حاعمل مكياجي للعرس وهي حتظبط لي شعري. قلت لها الستايل اللي انا حاببته وظبطت قعدتي. خليني افرجيكم، حاطة المكياج هون وهلا حطينا المراية هون ورح بلش اعمل مكياجي. بسيط لأنه ما عندي وقت كتير، وكمان الحمرة حبيت تكون هي العامل الأساسي بالمكياج، فحطيت لون حمرة جديد مش حاططه أنا من قبل. حلملم أغراضي وروح لحق على العرس. لبست الفستان، جهزت حالي، حطيت الطرحة يعني بطريقة حلوة، كل شيء جاهز، وهلأ رح أطلع، سلمان ناطرني برا ورح نروح لنستكشف هالتجربة الغريبة سوا. تأخرنا في عروس تركض والقهوة فيها وكعب بسرعة. تأخرنا لا تطيحين. الركض هذا كله و ما شاء الله العرس يغير أشياء واجد. لازم اهدي، احافظ على جمالي اليوم. وهلا رح ننزل. ملاحظين انا حتى الخاتم لبسته؟ المفروض انا لبست اياه؟ المفروض، بس انا زبطت كل شيء فما في داعي. وهلا رايحين على صاله الاعراس، القهوه بايدي مشان تعطيني طاقه، لانه اليوم ما شربت قهوه. انا لما ما بشرب قهوه بيصيبني صداع كثير كبير وكثير فظيع. بالمناسبه اذا عم بتشوفوا السلسله هلا مستمتعين، شاركوها مع اصدقائكم وعائلتكم والجروبات، وحطوا لايك للفيديو وفعلوا جرس الاشعارات، اشتركوا بالقناة إذا انتم مش مشتركين. يلا خلينا. يلا هاي هي صالة العرس. هلا
عم بيجهزوا المكان، عم بيجهزوا الكاميرات، عم بيجهزوا وزبطوا كل شيء، ورح يكون بهالمكان. هاي صالة الأعراس، هاي مش كنيسة على فكرة ولا مكان ديني، بس صالة أعراس بستايل أمريكي أوروبي، و ما فيها ولا شيء يعني، ولا بس شيء. كلام فيها البيانو هاد مسكر. صراحة هلا أنا كتير مبسوطة لأنه عم حس كل شيء خططت له أخيرا إجت اللحظة، لحظة التنفيذ. فلهيك أنا كتير مبسوطة وحست حالي مثل هدول اللي بيتزوجوا وبيعملوا هيك مشان يفرجوكم الخاتم. فعن جد هاي الشيء حقيقة. هلا اكتشفت إنه كل شوي عم بعمل هيك، أو شوفوا الخاتم شفتوه ولا ما شفتوه، وأنا اشتريته لحالي، كل شيء اشتريت أنا. حرام صفي خاطري. مستقلة فيها، تصير مستقلة فيها، تشتري لحالها فيها، تزبط عرض. Question is, when I talked to Sean, I told her like, that's no problem, we can go ahead, we'll make sure that we do you want to ask Irina for me? Yeah. Where are you from? Lebanon. No way. Yeah. That's Arabic. You don't speak Arabic? I don't speak with anybody. No. Speak Arabic? Oh. Perfect. They'll be ready by the time we close tonight, but if you want to have them picked up today, then that's what she had written over here, is the WeTransfer when you guys were discussing the photo shoot. Yes. So that's why we can't substitute it for that. So if for you guys to pick up, and we will call you. If you guys can't come in tonight, they'll be ready. Oh, you're supposed to pin it on the lapel. There's little pins in it. لا تزيني. Oh, wait. رسالة لنور، صدق يعني شخصية رائعة وحلوة، وما تخيلت اني لما اتعرف عليها قبل شهرين ان راح نتزوج بفيغاس. فعلا نور انسانة رائعة وحيل قلبها ابيض وطيبة، وترى اللي احنا قاعد نسويه فقط لنضحككم ونونسكم ونوريكم شلون أشياء اللي بالزواج تصير، شنو الخطوات اللي تأخذونها. ما في شيء جدي طبعا، حدي متوتر، أنا ما أدري إيش قاعد أسوي للحين. أنا بستوعب لما أنتوا تشوفون الفيديو بعدين، أوه لا صدق هذا صار. لزوج نور المستقبلي ولزوجتي يعني، إحنا آسفين بس تزوجنا قبلكم. أنا شكلي جرسون مال المطعم، أحس إن أنا المفروض أقدم الخاتم وأطلع برا، مو أنا الزوج يعني، بس ما أدري. غيرنا الفانيلة هذه السوداء اللي بيضة، حطت لي الوردة هني، ولا احد يدري عن هالاشياء هذه ابدا، لا امي ولا امها ولا اهلي ولا اهلها ولا اصدقائها ولا حتى مدير اعمالي او مدير مالها او ربعنا يدرون بهالموضوع ابدا. ما يدري ان اصلا احنا بفيغاس، فكلها راح تكون مفاجاه. وفعلا شجعوا نور بالكومنتات، نور حيل قاعده تتعب على السلسله هذه، وهذا شيء جديد عليها، اول مره قاعده تسوي ومتوتره بشكل غير طبيعي ورا الكاميرا، ما تتصورون ايش كثر. هذول هن ورودي، لكم قد ايه حلوين. اوكي سو هلا خلصنا، وكان الشعور غريب كثير بس تجربه كثير مختلفه، ورح نعمل جلسه تصوير هلا. شو احساسك كان؟ الصراحه الوضع كان غريب. في عندهم كذا نوع لهالشيء اللي هلا انتم شفتوه، في للزواج الرسمي، للزواج العادي، للخطوبه، للحبيبين، وفي عندهم وعد الاخلاص، يعني انت بتوعد الشخص الثاني انك حتضل مخلص له طول العمر وحتضل يعني وفي وهيك. فهذا اللي احنا عملناه، وكمان الكلام كان كتير كبير انه انا رح اضل مخلص ورح اضل ظهر لك بطول العمر، واذا مرضت واذا ما مرضت، وهالحكي كله بس مش بزواج، باخلاص يعني هيك وعد. فهذا اللي عملناه، وهلا رح نعمل جلسه تصوير. شو طبعا تعرفين اللي لما يحتفون عشان يتزوجون، انا حدث عليك عشان تتزوج، لا انا مو كلنا وياك، ما بدي اتزوج، متزوجه اوريدي، متزوجه خلصت. يلا هات امسكين زين. Oh, congratulations. Two, three, hold it. Oh my god. مبروك. انا مش جاهزه للزواج الحقيقي لانه عندي مستقبل. خلصنا جلسات التصوير، اعطونا كيكتنا، فرجينا الكيكه، كيكه اوريو بتجنن. غير عن هيك هلا رح مقلب ماما، وهو رح يمقلب اخوه او صديقه المقرب وقت المقلب. وهالمقلب ما حيكون مقلب عادي، المقلب حيكون مقلب قوي بطريقه مستوى مش طبيعية. ثاني غير شكل. رح مقلب ماما اكيد، ان شاء الله ترد بس، وانت رح تمقلب عالم من اصدقائك واهلك. فالله يستر. يمكن انا ثانك يو صدق، ثانك يو واو. الناس قاعده تبارك لنا بكل مكان، يا
ورح مقلب كمان يمكن أصدقائي. هلا بشوف مين حيرد رح مقلبه، اللي حيرد علي حمقلبه. أصدقائي هلا ما بقى يرد بس ترى مو مغلب يعني، صدق على مستوى ثاني مستحيل ما يصدقون. Really you wanna walk there؟ بس ما أحسن. It's nice. يلا الحين شو رح نسوي؟ رح نأكل الكيكة ورح نمقلب أهلنا. إحنا ما رح نتنى بالكيكة من ردود الفعل. الله يستر. بس بنشوف. احكي عربي اول شيء لانه عم صور ردة فعلك على زواجي، فعلا يعني ردة فعلك على زواجي الحقيقي مش عم بمزح، فاحكي عربي. لا ما عم بمزح والله. استنى استنى ابعث لي الصوره اللي صورتها خليني ابعتها له مشان يشوفها بسرعه. هلا رح ابعث لك صوره خليك على الخط. هلا بتشوف. استنى لا 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 انت بتعرف انه انا رايحه على فيغاس، قلت لك صح ولا لا؟ هلا رح ابعث لك شيء بس انا بدي مساعدتك هلا لهيك عم بتصل فيك لانه ماما ما بتعرف. ايه انا مرعوبه وليد وانا مرعوبه كثير مرعوبه خايفه لانه بدي مساعدتك بحاسه ماما حتطردني. بعثت لك صوره هلا من هلا. سامحنا مسامحنا مسامحكم مسامحكم ربي يوفقكم ان شاء الله. ثانك يو. يلا مع السلامه. باي باي. يلا باي باي. باي. المقالب كانت قوية وعن جد عن جد تمقلبوا بس أنا حاليا تعبت من الفستان والطرحة ولازم أغير تيابي لأنه عن جد تعبت راسي عم بيجعني من الطرحة لأنه هي غارزة بالشعر والفستان كتير ضيق وما مرتاحة فيه فبدي روح غير تيابي. بدك ناكل الكيكة؟ لا والله نسدت نفسي من كل شيء. تعال ناكل تعال. بس لا خلنا ناكل خلنا ناكل صراحة جواعة جواعة. مرة ما كلينا شيء من الصبح. الله يعين المتزوجين شلون يمتنون المفروض يضعفون بيوم العرس ما بتاكل. انا تزوجت اليوم. زواج مش شيء هين، زواج مسؤوليه كثير كبيره. الاجواء هون رهيبه. او ماي جاد ما عم صدق. على فكره انا طالعه من السياره ما بعرف اذا بتلاحظوا بس انا برا كثير الاجواء حلوه. فيغاس كثير المهم انا تطلع علي عن جد الدنيا هلا انهار مع انه الدنيا هلا نص الليل اكثر من نص الليل. قد ايه الساعه هلا؟ الساعة هلا وحدة وحدة وهلا الجو كأنه الساعة 12 الظهر من قد ما في ضوء بكل مكان في أضواء. حلو جايز إنه العالم عم بتطلع فيه. ليكو شو حلو جايز شوف العالم. المهم أنا كتير مبسوطة هون بس ما بعرف ليه حاسة الشرطي حيوقفنا فجهز حالك. أنا حاسة إنه الشرطي حيوقفنا. هاي شرطي هاو ار يو؟ والله عم بحكي معه عم بتطلع فيه. لا بتحس رح يوقفنا؟ لا بتعرف شو خلينا نقول خلاص. رايحين نشتري اكل ونقعد ونعمل شو؟ مكبانج. شو يعني مكبانج؟ مكبانج يعني تقعدون بالسياره تطلبون اكل ونسولف. فهلا رح نحكي لكم شغلات كثيره ونحن عم ناكل. يومنا اليوم بالعرس. يس. شو تصدم؟ يس. يلا. يلا. Can I get the XXL grilled stuffed burrito a combo? طلبنا الأكل أخذنا الأكل خلينا ناكل. طبعاً صلنا يومين جواعة المفروض تجربة ما تكون زواج تكون يومين ما تأكلون. طبعاً طالبين تاكو بيل. عمرك كنتي تاكو بيل ولا لا؟ أموت عليه. أنا ولا مرة كنت بحاجة صدق. يلا جرب جرب وقولي شنو رأيك. فطلبنا تاكو طلبنا أشياء واجد. شنو هذا النور شنو طلبتي؟ هذا حلو. دونات؟ لازم تجربه لأنه كل العالم حكوا عنه. والله اصعب شيء مرينا به اليوم جلسه التصوير لان جلسه التصوير كانت جدا صعبه مع الكعب ونطلع ونفوت ونروح مكانات ونعمل هيك وقفات والعالم تطلع علينا بطريقه كثير غريبه. اول مره هيك نظرات العالم يعني انا عملت كثير شغلات مجنونه بمكانات عامه وعالم كانوا يطلع علي ولكن اليوم الطريقه اللي الناس بتطلع علي بفيغاس مدينه الجنون كانت مجنونه. ونظرتهم ما ادري شلون يعني مو نظره مثلا اللي يعطونكم اياها ايه لا اللي كذي اللي حاطين عليك ما ادري شلون. وصراحه انا لازم اتكلم عن هالموضوع. المصور غثتني ابدا مو احترافيه. واحنا قاعد نصور صور الزواج يعني قلنا لها ان احنا مو متزوجين فاحنا نختار الاشياء اللي احنا نبيها. احنا نسوي كذي نسوي كذي هاي فايف
بس ما نسوي الحركات يعني ثانية غصب عنكم احرجتنا احراج غير طبيعي. احنا مو ازواج يعني احنا اصدقاء يعني اصلا الطريقة اللي عملنا فيها كل هالشغلة عملنا وعد وفاء انه حنوفي لبعض ونخلص لبعض كصداقة. فكيف انت بتطلبي منا هيك شغلات؟ لا ما ادري شنو انت تدري انت تفكيرك مسكر. انا مسكت نفسي لحد معين بعدها لا صورتني صورة وانا ساكت صورتني صورة تقول طالعي وجه وش قالتلي قولي وش كتير طالع بشع بالصورة يعني بالانجليزي. هو لما سمع هيك يعني مين بيقول هيك؟ مين بيقول انه انت وجهك طالع بشع؟ هيك ده اسمعي انت لازم تفرقين بين شغلك العمل مع الاشياء الشخصية. انت تكرهيننا ما تطلعين هالشيء بالشغل ما تطلعينه سواء كنت تكرهينه او تحبينه هذا بزنس. بعدين اثرت علي انا فعلا كنت مستانس بعدين قلبت مزاجي بالتصوير. صدقني انتهى التصوير بشكل حلو بس لا اوفر صراحه. عجبتني لما قلت لها انت بتكرهينا كعرب ولهيك عم تتصرفي معنا هيك. فهو هيك عطاها اياه بوشها هيك وش انت بتكرهينا لانه نحن عرب بس لازم هذا الشغل بزنس فانت لازم تفرقي بين احساسك لكرهنا كعرب وبين شغلك هيك قال لها. فلما قال لها هيك هي انصدمت انه عن جد ما خل يعني دغري عطاها الجمله القاتله. فهي عارفانا ان نحن اصدقاء يعني هي مش ما بتعرف وجاي عم بتصورنا ومفكره انه نحن زوجين او خطيبين او حبيبين. لا هي موجوده من البدايه وبتعرف انه نحن لما قالوا لنا شو نوع الـ يعني هي السيرموني اللي حابين تعملوها قلنا لهم بدنا نعملها سيرموني اصدقاء وعهد وفاء او عهد اخلاص يعني شغلات صداقه هيك بعرفانين هن. فليش عم تجبرينا نعمل شغلات نحن ما نمرتاحين نعملها؟ وخلصت حلقه اليوم.